بهذا السياق سيد الرئيس، بعض وسائل الإعلام الغربية والمغربية تحدثت بعد قرار الجزائر فرض التأشيرات لحاملي الجوازات المغربية، كتبوا وقالوا أو ادعوا أن الجزائر ستقوم بطرد المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا كلام فارغ، هذا كلام غير صحيح، كلام فارغ. هم عايشين معنا الأشقاء المغاربة، كاش واحد يمشي يخدم ولا يقول له أنت مغربي ما تخدمش، ولا أنت ما داخلين في وسط الشعب، ما كاش اللي يعرفهم باللي مغربيين ولا ماشي مغربيين، احنا ما نفرقش ومرحبا بهم. أنا قلت الشعب المغربي شعب شقيق وبأتم المعنى. لا 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 لا. علاش نطرد المغاربه اللي راه في خدمته هنا ومحترم نفسه، راه ما يدخلش في متاهات برك، لان هذه امور شخصيه ماهيش امور جماعيه، ماهوش لانه مغربي راه يمس في لا، اللي دخل في عصابه بغى يكون جزائري ولا مغربي ولا جنسيه اخرى، بالسيف نحميو البلاد. اما اذا كان انسان مسالم بخدمته ويبعث بصفه مباشره ولا غير مباشره للاهل نتاعو، هذيك الله يسهل عليه. الجزائر لن تطرد اي مغربي جامي ابدا ابدا. هذه سبحان الله، رانا مسؤولين سياسيين، رانا احنا ناديو بالاخوه وناديو بهذه، مشينا لا هما لا غيرهم لا شنو.